ديالي اللي خرجوا لي البارح مع المغرب. البنيته عندها 14 سنه اسمها دينا، والوليد عنده 10 سنوات اسمه ادم. الوليدات دائما كتراودهم الفكره ديال الحريق، كيسمعوا كيهضروا ولاد كبر منهم في السن كيهضروا معاهم في هذا الشيء، كيسحب لهم ساهل. العائله جمعت الشنطه ديالها خبعتها، لبست الحوايج ديالها تحت البيجامه وكتدور قدامي بحال كان شيئا لم يكن، زعما ما ناويه تعمل حتى شي حاجه. صافي شويه ما بيناتناش نص ساعه، انا غير في الدار وهما على برا، قالوا لي ماما غادي نشطبوا غير قدام الباب هكا دغيا نعملوها لك مفاجاه. مني جيت نخرج كنلقى الشطابه مسيبه قدام الباب، العيال ما كاينينش، عييت نغوت عييت نقلب كنطلع على السطح والو. لبست عليا وهبط كنجري مع الطريق كنلقى العيال كيلعبوا، قالوا لي راه دازوا من هنا، وقالت بانها عندها الفلوس، هزات لك الفلوس وهز البالمات هز الكاميرا باش زعما تعوم وداكشي المعدات زعما باش تمشي. تبعتها كنقلب، قلت لهم امتى دازت؟ قال لك يلاه دابا شويه ماشيه، وكنسقتي كنجري كنلقى نساعة وكيقول لك يلاه دازت دابا. مشيت شبرت واحد السيد بقيت كنرغبو، بقيت واحد السيد كنرغبو، بقيت كنرغبو في الطريق باش يوصلني بالطوموبيل ديالو للموطا ديال الطاكسيات. مشيت للطاكسيات كنسقسي اللي كيهزو في الطاكسيات كيقولوا لي والو. واحد جوج ديال الاولاد كانوا واقفين تما، واحد جوج الشباب قال لك ركبت في الطاكسي، ما عرفش انا واش ركبت ولا ما ركبتش. المهم شبرت واحد الطوموبيل ومشيت كنقلب على بنتي، ما خليت فين، قلبت في البراجات في الكيران، جيت لهنا كنرغب الناس كنقلب والو، كيدخلوا كيقلبوا كيخرجوا عندي كيقولوا لي والو. دابا المشكله كيقولوا لي ان الوليد واخا قاصر عنده 10 سنوات، اذا شبروه هنا يديوه لبوجدور ولا يديوه لبني ملال ولا يديوه لشي بلاصه ويطلقوهم. واش وليد عنده 10 سنين يطلقوه لي بحال هكاك؟ راه حرام. الله يجازيكم بالخير، عاونوني نلقى وليداتي، الله يرحم لكم. مشيت ما رحبوش بي نهائيا، قالوا لي ماشي شغلنا، مشي واش مركز ديال الشرطه باش يعمل لك واحد البلاغ على الاختفاء ديال واحد الوليدات قصيرين، كيقول لك مشي للبشويه. شنو غتعمل في البشويه؟ واش انا نخرج عقد ازدياد؟ من دائما كيقولوها، ولكن كنقول على الوليدات غير كيسمعوا كيهضروا كيضحكوا صافي، هادشي اللي كنقول. كنقول الوليدات غير كيضحكوا، ما طيحش لك على بالك وليدات قد هكاك يفكروا في البحر ويعوموا ويمشيوا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ الحق في اللي كنحيلوا السباب، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق يا ربي. عاونوني اخوتي المغاربه نلقى وليداتي، راني مجروحه ومشويه، الله يرحم لكم الوالدين. راه الكبده ديالي كتحرقني، راه قلبي غادي يخرج من بلاصتو، خايفه عليهم. راه الليله الثانيه اليوم اللي ما كيباتوش معايا، باقي كيقرا، والبنيته عندها الكطريه والوليد عنده الثالث. دخلتهم دخلتهم شجلة لهم، درت له التامين ديالو، قطعت له جمعيه الاباء، كل شيء حتى البنيته الصغيره اللي عندي في الحضانه حتى هي خديت لها المانيطه ديالها، كتمشي كتشارك في الحفله، عاد شاركت في الحفله ديال العيد المولد النبوي. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله على قد الحال، ما نقولكش انا واحد زعما ما عنديش، انا على قد الحال، ولكن وليداتي خصهم يمشيو معايا على قد المستطاع، ما غاداش نعمل لهم شي حاجه اللي ما هيش في المستطاع ديالي. الوليدات خصهم يتعلموا يمشيو مع الوالدين ديالهم على قد حالهم، يتمشوا معنا على حسب العيشه ديالهم. شنو غنعمل؟ واش غنمشي نسعى ونجيب شي حاجه اللي خصهم هما يتربوا على هذه الفكره؟ انا ما الصراحه انا ما فحاليش، انا على قد الحال. باهم كيضاق معاهم، كيضاق كيشوف كيفاش باش يعيشهم، كيحاول جهده، ما نكروش باهم درويش لواحد الاقصى درجه، ما كيبغيش حتى يمد يدو عليهم، كيتهلا فيهم. باهم حنين غير بوحدهم، كنتهم كيتوشوشوا كيدخلوا البيت يتوشوشوا يخرجوا يتوشوشوا، كنقول غير كيضحكوا مع بعضياتهم. قالوا لي غنمشي يا ماما، لا ما لقيتيناش عارفينها، راه حنا غادي نمشيو. كنقول لهم واش كتعرفوا شنو كيتسناكم في الزنقه؟ راه كيتسناكم بزاف الحوايج خايبه، كاين الناس اللي ما كيرحموش في الزنقه، وهيداك والو اللي في راسهم في راسهم. الله ياخذ فيهم الحق، ما نقولش لهم الله يهديهم، ولكن مني وصلوني لهذه المرحله الله ياخذ فيهم الحق، الله نسالهم حق عند الله سبحانه، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربي تاخذ فيهم الحق، يا ربي تاخذ فيهم الحق يا ربي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.